وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، شدد رئيس الوزراء على أن مجمع السويس الطبي يندرج تحت مظلة المنظومة على أن يخدم جميع محافظات الإقليم. أشار مدبولي إلى تطلعه لافتتاح المجمع الطبي خلال النصف الأول من العام القادم، مشددا على توجيهات الرئيس السيسي بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل جميع ربوع الجمهورية خلال 10 سنوات. احنا في منطقة مجمع السويس الطبي، والحقيقة هذا المجمع يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجه بإنشائه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر، ومنهم طبعا محافظة السويس اللي داخلة ضمن المرحلة الأولى من المحافظات. المجمع ده هو مش مستشفى، دي مدينة طبية كاملة. احنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار القصر العيني في القاهرة، مستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات جامعة عين شمس، حتى مش هتخدم فقط السويس ولكن هتخدم محافظات إقليم قناة السويس كله. وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة لأول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا، جراحات القلب المخ والأعصاب. كان يعني أهالينا هنا في السويس عشان يعني أي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة. النهاردة مع هذا الصرح اللي إن شاء الله بنأمل إن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام القادم، يعني معالي الوزير إحنا بنتكلم هنضغط قدر الإمكان بحيث يبقى إن شاء الله في النصف الأول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل. الأعمال الإنشائية زي ما حضراتكم شفتوها اكتملت، إنما إحنا بنتكلم على توريد الأجهزة الطبية وتفرش المستشفى، وده هياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر إن إحنا نشغل هذا المكان ويبقى فعلاً صرح طبي يضاف إلى الصروح الطبية الكبيرة جداً اللي بتتعمل.